سباق الخير أجمعنا فهيا نقتفي أثرا فهيا نقتفي أثرا. الجمعية الخيرية لرعاية المرضى عناية، ويمثلها المتسابق سلطان بن علي الزهراني، ومشروعه برنامج إعداد المتطوع الصحي. الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن آيات، ويمثلها المتسابق محمد بن أنس الشهري، ومشروعه الأوقاف الذكية. المتسابق فهد بن مطر المهاشير، ومشروعه تطبيق عمارة. المتسابق هاني بن رضوان الجبرتي، ومشروعه هوانا أنقى بلا تدخين. المتسابق أيمن بن أحمد زيتون، ومشروعه المركز الوطني لإعداد القادة. المتسابق عبد الإله بن إبراهيم الطاسان، ومشروعه مؤسسة سنيم للإعلام الرقمي. لجنة التنمية الاجتماعية بعيون الجوى، ويمثلها المتسابق سليمان بن محمد السلمان، ومشروعه القرية الإنجليزية. وقف آزر للصحة والتعليم، ويمثله المتسابق يزيد بن سعود الشدوخي، ومشروعه برنامج آزر للصحة والتعليم. المتسابق عبد العزيز بن محمد الخيلي، ومشروعه مكنة. المتسابق حيدر بن أحمد عمر، ومشروعه منظومة البيت السعيد درهم وقاية. المتسابق محمد بن أحمد الشهراني، ومشروعه موقع بوصلة المشاريع النوعية الخيرية الإلكتروني. المتسابق عبد العزيز بن خالد الخريف، ومشروعه ميدان التطوع. لجنة التنمية الاجتماعية بالشيحية بحائل، ويمثلها المتسابق عايش بن فنيطل الشمري، ومشروعه مبرة. مركز العناية بالجالية الأندلسية، ويمثله المتسابق سودارسمان بن أحمد مستجاب، ومشروعه أكاديمية مغتربي إندونيسيا. المتسابق خالد بن عبد العزيز الناجم، ومشروعه معك. المتسابق عبد الله بن صالح العباد، ومشروعه مواهب العطاء. المتسابق سمير بن محمد صالح، ومشروعه نادي الزواج. المتسابق أحمد بن حنفي داعين يونتا، ومشروعه مدرسة الحج. مؤسسة كل الوسائط الإعلامية، ويمثلها المتسابق خالد بن عبد الرحمن الشريمي، ومشروعه التمكين الإعلامي للقطاع الخيري. لجنة التنمية الاجتماعية بتنومة، ويمثلها المتسابق محمد بن سعيد الأحمري، ومشروعه غراس تبقى. المتسابق ماجد بن صالح مبخوت الربيزي، ومشروعه تطبيق جسور لتعزيز التواصل مع المتطوعين. المتسابق عبد الله بن مقبل العنزي، ومشروعه البناء من البيئة. المتسابق أنس بن محمد الزميع، ومشروعه الرعاية الشاملة للأسرة. المتسابق عبد الله بن صالح العوفي، ومشروعه قيم خطيبك. لجنة التنمية الاجتماعية بعرقة، ويمثلها المتسابق محمد بن عبد الكريم، ومشروعه نادي المعالي. جمعية تحفيظ القرآن بالسليل، ويمثلها المتسابق محمد بن عبد الله الدوسري، ومشروعه سفراء بلا حدود. المتسابق نواف بن علي آل زايد، ومشروعه شباب 15، المشروع الهادف لاستثمار شاشات الملاعب الرقمية. المتسابق عدنان بن عباس باشا، ومشروعه بنك الدم التفاعلي. المتسابق خاطر بن عبد الرحمن الزهيري، ومشروعه قاعدة بيانات تنسيق العمل الخيري. المتسابق عثمان بن عوض الغامدي، ومشروعه سفراء السلامة المرورية. مجمع وقار القرآني، ويمثله المتسابق سلطان بن سلمان المالكي، ومشروعه نادي دعاة الغد. المكتب التعاوني بغرب الديرة بالرياض، ويمثله المتسابق حسن بن محمد الزايري، ومشروعه ملهم العالم. المتسابق عبد الرحمن بن محمد الرسيمي، ومشروعه تطبيق الراصد الخيري. المتسابق محمود بن باسل صالح، ومشروعه دوري النجوم. المتسابق معاذ بن إبراهيم جعفري، ومشروعه حاضنة هبة الإلكترونية. المتسابق ماجد بن مساعد أبا الخيل، ومشروعه حياتك أمل.
سباق الخير يجمعنا، فهيا نقتفي أثرا، فهيا نقتفي أثرا.